السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بأحبتي في الله ومتابعي قناة إلكترو المصطفى. إذا أعجبكم الفيديو أتمنى الاشتراك في القناة. وضعنا اليوم على الدارجة نقول لها البومبا، يعني كتصم اللحم أو الصدور. يوجد هذا النوع، هذا النوع أفضل أن هذا النوع جيد، هذا النوع سيء نوعا ما، لأن حتى في الاستعمال صعب نوعا ما. سوف نقوم في هذا الموضوع إن شاء الله على طريقة الحفاظ على مكان صم اللحم. يعني سوف نحتاج إلى هذه، يعني موجودة كثيرا في تي اتش تي. نقطع هذا الطرف، وقمت بقطعه سابقا، ونضعه على هذا الشكل. يحافظ على هذا البومبا او شفط اللحم. سوف نقوم بالتجريب بدون هذا الطرف. يعني لا يصوم كثيرا، ولكن بهذه الطريقة. الآن سوف أضع الجزء هكذا. هو يعني يقوم بالعمل أكثر من الأول. وأنصح الجميع بمثل هذه أحسن من هذه كبيرة جدا، حتى في الاستعمال صعب. انظر الفرق بين مكان الضغط، يعني هذه طويلة طويلة كثيرا، حتى في الاستعمال صعب. يعني هذه نقوم باستعمالها بدون أن نحرك اليد، ولكن هذه صعبة، يعني المسافة كثيرة جدا. نقوم حتى في نزع اللحم لا تقوم بالعمل كما تقوم بهذه الأخرى. مثلا هكذا، يعني سيئة حتى في الاستعمال. لا أنصح أحد بهذه سيئة جدا. حتى صعبة في الاستعمال، يعني سوف تبذل جهد كثير لكي تستعمل هذه. بالعكس من هذه صعبة حتى في وخفيفة خفيفة. المهم هذا الموضوع قمت به لكي تحافظ على هذه، لأن نادرة في السوق نوعا ما. توجد كثيرا هذا النوع، ولكن هذا النوع سيء. سهلة الاستعمال وتقوم بالعمل جيد. تقوم بصم الصدور أو اللحم بسهولة تامة. وأنصحكم باقتناء هذا النوع، أحسن من هذه كما اشتريتها في الأول. لم أستعملها كما أستعمل هذه خفيفة وفعالة، سهلة حتى في الاستعمال. مثلا هكذا تقوم بصم اللحم بسهولة تامة كما قلت في الأول.
لا تحتاج شيء كثير، تحتاج إلى هذا الطرف، تقوم بقطعه وتضعه هنا لكي تقوم بالحفاظ على هذه البومبة أو شفط اللحم أو الصدور. هذا كل شيء في هذا الموضوع. أتمنى أني موفق في الشرح. إذا أعجبكم الفيديو الاشتراك في القناة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.